حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم معنا بحلقة جديدة تجمعنا وياكم من برنامج وتبقى الذكريات. هذا البرنامج التراثي اللي يعرفنا على العادات والتقاليد والموروث التراثي لدولتنا الحبيبة، بنعرف الجيل الحالي والأجيال الجاية بالأمور الحلوة والذكريات والتفاصيل الجميلة الخاصة بالأوليين. موضوعنا لليوم بنتكلم مع الأمهات عن الأمور الخاصة بالزواج، من خطبة، من زهبة العروس، وكل الأشياء الخاصة بالعادات والتقاليد والخاصة بالزواج بالماضي. ما شاء الله عليهم دائما يعني يعطونا التفاصيل الحلوه والذكريات الحلوه، ونعيش معاهم ذكرياتهم بالماضي الجميل. ففي البدايه نمسي بالخير عليهم ونرحب بخالو فاطمه. مساك الله بالخير والعافيه حبيبتي. يا هلا فيك خالو فاطمه. وياك حبيبتي. خالو مريم يا مرحبا بك معنا اليوم. الله يبارك فيك ان شاء الله ويخليك. يا هلا فيك خالو. ونمسي بالخير بعد على خالو حليمه، حياك الله ومساك الله بالخير. مرحبا بكم، يا هلا وسهلا، حياكم. يا هلا فيك معنا اليوم خالو، حياكم، يا مرحبا بك. وما ننسى ان نحن بعد نمسي بخالو مريم وخالو شيخه، حياك الله خالو شيخه. حي الله حبيبتي، الله يحييك حبيبتي، الله يعطيك العافيه. يا هلا فيك، الله يعافيك يا خالو. خالو مريم يسعد مساك. مساء الخير والنور، حياك الله، يا مرحبا بك يا خالو. يا هلا وسهلا بك. طبعا مشاهدينا مثل ما قلت لكم في بداية حلقتنا لليوم ان نحن في هاي الحلقة بنتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بدولتنا الحبيبة بأمور الزواج، من بدايته من الخطوبة لين ما يستوي اسبوع العرس والمعرس يشل حرمته. فبنخلي خالو مريم تعرفنا بذكرياتها الحلوة والتفاصيل الخاصة بأمور الزواج في الماضي. خبرينا عن كل الأمور الخاصة بالزواج. يا الله حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج يومي الأول يأخذون، ما قال هذا ما هم في إلابهم، يأخذوا من بلادهم، البنت بنت البلاد معروفة والولد ولد البلاد معروف، كلكم عارفين بعض، كلنا عارفين بعض، بس كل شيء له حدود. يوم يقول الولد وقف على الزواج يعني بيتزوج عاده، جاي كاد ومولف وجاي بمهارة يبغي له بنت حلال، يصيرون يخطبوا له، منو بنخطب لك؟ نخطب لك بنت فلان ولا بنت فلان ولا بنت فلان. قال أنا ما لقيته. ما يختار قبل الريال منو يباه، لا كله على الأهل يكون. هي. حتى الحرق ما البنت نفس الشيء، شور مو بيدها. أمك بتسير وبتشوفها، يعني هي في البلاد لك، أنا من فريق ثاني ونحن من فريق ثاني، ما نعرف عاداتهم وتقاليدهم، نسأل عنها، بتصير الأم بتشوفها. قالها بوصيح عليه عادي، لا تشوفينها هو وقت فرح، وقت أفراح لا تشوفينها، ولا بتشوفينها هو وقت مناسبة. طرش اللم، يصير اللم وقت البنت جاية من الحطب ولا البنت. ليش بالذات هالوقت خلو؟ انها ما متكشخه، ما متعدله، ما مت على هيئتها الاوليه، على هيئتها الطبيعيه، ولا الله لا قدر استوت حريجه وظهرت الناس كلها وشفتي هذا، البنات كلها بتشوفين هيون الاحلى وهيون الزينه وهيون الشينه. وبتي عاد الام، با انا شفت بنت فلان، بيض الوجه عليها، وين ما لقيتيها؟ لقيتها ولا في حريجه ولا لا؟ انا نعتوني عليها وصرت امها، ما حد ياسر تشتغل في البيت، ولا وهي راده ولا من الحطب، ولا جاية راده من الحطب، صرت خليت عمري شالت لهم ماي، اتلقى لهم بالماي عشان اشوف البنات، وميزتها من البنات، بيض الوجه عليها في الاخلاق، بيض الوجه عليها. فبهاي الطريقه تعرفيني اذا هذه عرف الولد، بس توثق من امه ان هذه البنت صلحت له، جازت له، خلاص جازت له. انزين نخلي الحين خالو حليمة تكمل لنا الأمور الثانية. من بعد ما أم الولد سارت وشافت البنية وشافتها على طبيعتها واقتنعت فيها، واقتنع فيها الولد، بعدين شو يصير؟ يصير عاد، يصير ما بين هذا الحرمة هذا مال البيت من البنت، وصير ما بين والولد، أم الولد خبرتها شاف المكان، قالت أنا شفت بنتي زينة وهاي، وأنا عندي ولدي ويبى بنتش. قال وين شفتوها؟ ما شفناها لكم بنتي، عرفت انها ظاهره من عندي انت، معلمت انها، ولو شافت انها ما تقول لها، وانت شديتها على بنتي وريتوها، وانها ما تقول، تقول لها ما تعرفش انت زينه ومرتوب وتعرف كل شيء تسوي، بنتي شو تظهر مثلش؟ صح. انا الحين خطبت لولدي بنتش،
عشان لولدي كان غما عليه. بيصير خير ان شاء الله من شاور ابوها، ما بيصير غير خاتكم طيب. ما تشاورون البنت ايام قبل؟ لا ما لا 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 شاور عند الام اول ما عليها شاور ما عليها شاور اول. هاي الام البنت قالت لي فلان، كان اقولها كان اقول يوم فلانه شافتني وقالت لي يا وتبي بنتي، قالوا وين شايفينها بنتي وين مدت لها وين شايفينها، وكان ما شافوا لك انا يشوفون انا حرمه زينه طويعه. اكيد الام البنت بتكون مثل الام. ايه لازم تقول الام شغاله والبنت شغاله كمان. قالين الوريقه هايك من وين؟ من سدره، من صمره، من شيء، شوف اصلها. الورقه تظهر، البنت تظهر على الام، حب يطلع على بدره، حب يطلع على بدره. ونش عادل لهاك وهذاك وصارت لهم، قال الحمد لله، قال تعالوا وافقنا، صار عادل اول لما سال عن زين عن الاصل والفصل. صارت اللم ما يواجه ونينا بالبلاد يكون يشاهدوا عندهم وقصوا مالهم، وهذا متى عاد وعدوا بس لازم يسوى عاد. تبى ابوي الحين حر، ترى الحين حر وايد، هدوا لين شويه درج الوقت، هذا الوقت صاروا بس كله في القيط. اني وش القيط؟ الجو بارد والناس كلها موجوده والزاير القيط، القيض القيض نحنين اول غير مكبه القيض الحين. اول كله كوس، كله كوس، الجو حلو طبيعي، والناس كلها لما وكلها لما وحده، وما شاء الله القيض من كل مكان، من كل مكان في القيض. ما مثل الحين قيض وشتى العرس. زين خاله فاطمه، هالامور كلها تستوي من يوم مثل ما قلنا الولد يفكر انه هو بيعرس لين وقت الخطوبه. من بعد فتره الخطوبه او وقت الخطوبه ويحددون فيها وقت الملكه، قلتوا ما في ملكه الا بوقت يوم العرس. يوم العرس. انزين خاله حليمه، تعرفين عن الامور التي بعد الخطوبه؟ بعدين العرس عاد توافقوا على العرس من الاهل العروس ومن اهل المعرس، وتوالفوا صاروا خبروا اهلهم كلهم عندنا عرس هالشهرين، الأسبوع عندنا عرس ونباكم كلكم عندنا، من حريم من ريايل يرضوهم كلهم. توالفوا وين؟ بالبيت المعرس. بيت المعرس صاروا استهبوا خضوا الحريم واستهبوا مال ذهبه ومال هذا، وشروا عيوش وشروا طحنات وشروا دهن وشروا كل شيء. خلصوهم هذا الأسبوع ببيت المعرس، يطبخوا وينفخوا ويراووا ببيت المعرس. الأسبوع الجاي شلوا ذهبتهم. نعم الأربعة شلوا ذهبتهم وين؟ بيت العروس يوم الأربعة. هي الأربعة شلوا هذا الذي شروا كله الزاد من الطباخ والهذا شلوا ماله كله الطباخ بيت العروس. هنا في الخور يوم الأربعة ذهبته الكلبة يوم الاثنين. يوم الاثنين كل ذهبة تشل أول بادي يدخلوا بها بيت الشيخ. كل ذهبة اللي بتشل أول بادي يدخلونها بيت الشيخ. زين بعدين عاد تراهم يا ذهبة سووا لهم، هم وصلوا من الظهر كذا، عاد مسوى لهم قهوة عريس وبلاليط وخبز وهاي وقهوة، يوهم ما لهم غداء فوالة بس. بس هوالة عندهم هم فوالة نحن بس هوالة، حطوا هاكو هداك والدتهم متقهوة يوم علي غانا وربحوا راحوا خلاص. مشيت عاد أهل هاي دعت عاد الحرمة نالاك، قال أبوي اليوم عدنا لهاك، عندنا الغداء باكر خياط الذهبة عندنا، تعالوا تفضل فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ودعت بهم تعزم أهل الفريج كلهم. هي فريج البلاد، البلاد العريم، هي العريم كلهم. بس البنات ما يجون مع بعض، بس البنات ما يجون حريم، بس بس الحريم. ليش عاد البنات ما؟ لا لا ما البنات تدعيهم العروس، يتهنوا عندها مع عرس السيارة، يتهنوا عندها. هي يعني الأم تعزم الحريم الكبار، هي والبنت تعزم البنات، تعزم البنات اللي بعمرها البنات. زين هي هالشكل، وخاطوا وهذا وسووا الغداء وتغدوا، حد يخيط البدلات ركب، حد يخيط القنورة، حد يخيط الثوب، قال انت سوي لها لبستين لبستين لبستين، قال روحها بتخيطها. خلصوا ما لهم خانة، ها خلصنا ابوي هنا، وهذا هنا عندنا تركيب تلي وايد، هاي انا بشله بيتي بخلص طيبه الما خلص يشيل بيتها، ما تخلي شيء مخلص ما مخلصت انه يشيلوا وراهم، ولا التلي ولا الثوب ولا الثوب قاصره شلوا لهم غدا وتغدوا، وهناك عاد مدقوق الزعفران والمندويش وخبطتهم وعطرتهم وهذا ودخنتهم. قالوا يلا الحمد لله. كان نقول على نهار الهات نهار الخميس تعالوا عندنا عشان بتودوا ورينا العروس. يا بعد اربعتهم من حي من المعرس الحريم حي من العروس، ويا ابوها على المعرس، المعرس يجيبوا قبل
يبوا عب هزاوي وهذا ومنانا وما ندويش وما ندوي. خبرينا عن هالأمور والفنون الشعبية اللي تكون حاضرة في المناسبات والأعراس. حاضرة عندنا هنا ما ذيك اليوم ما عندنا هبان. هبان ما هبان عندنا، عندنا ولية. إيه عندنا ولية من البلاد، أبو بالبلاد عندنا يولف الجماعة من كل البلاد، تعالوا اليوم عندنا هذا، ويوم بالليل عاد بالليل يابو المعرس، يابو المعرس عادي يسوي لي منانا. إيه سووا لي منانا عريسنا عرس معريسنا ماذا راهم يعزموهم ويعشوهم على عشاء يعشوهم يدبوا لهم ويعشوهم ويتعشوا ويخلصوا يوم الخميس ضوية الجمعة ويوم أدن عاد عقب صلاة العشاء خضوا المعرس بدرية وين ودوا ودوا حي العروس حي العروس هناك مجهزين الكل يوم الخميس هذا نهار الخميس حي العروس عاد مجهزين الكل ضاربين الكله من زوالي من مناظر من مساند يسووا فرشتين فرشة زينين تحت البيت ومعدلين ومرتبين فرشتين فرشة تحت ويسووا خدار فوق عشان لا حد يدخل على المعرس والعروس داخل بالدير تحت الغشاية ما يشوفه قبل ما تطلع وساير بسلم ما يخلوا اي شيء بسلم على المعاريس قالوا قدرن ما يظهروا ويا ابو بعد صلاة العشاء ابطابليني وصلوا بيت حي العروس وصلوا بيت حي القبر ما يوصلوا قاموا ينانوا فيه لكن المعرس نانا أول غير والطبل غير شو الفرق بينهم خلنا نعرف هذا الغنى هذا الغنى بالطبل غير والمنانا حري مروحن غير بعدين يوم يابو المعرس المعرس قبل ما يوصل بيت حي العروس بيشلها بركضة أول معنا بيشلها بركضة عن حي ضربه لا نحن عندنا لا احنا معنا نحن ما عندنا ركض وسيدة داخل الكلة نحن الرجال المعرس يبونا رزيفة رزيفة يبونه رزيفة لين يبونه بيت العروس وقبل يبون بيت العروس بيطيح دور الرزيفة وبيتلقنا الحريم أهله وخواته وهذا بدخلنا بدخلنا عادة بدخلونا أهله والبنت عندها منانا والريال عنده رزيفة ليه كان هو في البلاد بينعطونا من بعد الساعة 12 وليه كان هو غريب مسك عندهم والعروس العروس ما من البلاد بيخلونا ببيتونا لين الصبح يرزفون الحريم يغنن أرواحهم والريايل يرزفون أرواحهم لين الصبح لين الصبح ويوم بيصلون الفجر ونهار الجمعة وبينقفضون وبيتريقون بيشلونها رزفة وبيحطون المعرس ويا العروس على على جمال وبيبونه هذي من برا هذي برا ولي من البلاد لا نص الليل يابا المعرس برزيف بدرية والحريم استقبلوه ودخلوه وخذ عروسته حطوها في مطرح ولا في زولية ولا في شيء وشلوا العروس وودوها العريش كان عريش ولا كرين ولا مخزن وودوها ودخلوا عليه حطوا لها حرمة تتبعها هالسبوع بطولة الحرمة عندها ترى يوم العرس شدادية سووه وسولفنا وذكرنا الأشياء اللي تشتي بيوم العرس من الخطوبة لين يوم العرس وبعدها خلاص ينتهي العرس ويكون طول الأسبوع يعني ما شاء الله عندكم اللمة أول مرة أسبوع هذا الخميس كامل ما بس من هالبلاد هالبلاد وغير البلاد نحن استمتعنا وايد بالسوالف الخاصة عن العرس والزواج في الماضي وعرفتونا العادات والتقاليد وايد ما يخلص فأنا بخليكم تكملون سوالف تكملون هاي الذكريات الحلوة بروحكم وأنا بسير عند خالو مريم وخالو الشيخة دخلوها لقرب الفيا وبعد بنعرف السوالف الطيبة اللي عندهم وشو من الأغراض جايبينها اليوم عودونا كل أسبوع يبون معاهم أو في كل حلقة يبون معاهم أشياء حلوة ويعرفون الأشياء الخاصة بزمنهم الحلو مساكم الله بالخير مساء النور حياك الله حبيبتي يا مرحبا بك خالو شيخة وحياك الله خالو مريم مساء الخير والنور حياك الله طبعا مستمتعين أنتم بالسوالف اللي سمعتوها ونحن نتكلم عن العرس مستمتعين نعم وكل كل وحدة تم تتذكر أيام عرسها والزمن الحلو وعيشة الأوليين هي نعم ردونا الأول صدق للشباب تعودنا في كل حلقة تعلمونا بعض الشغلات الحلوة اللي كانت موجودة عندكم أيام زمان فاليوم خالو شيخة بتعرفينا على المخمرية وكيف كانوا يسوونها ونبغى نتعلم منك يلا سوينا علمينا المخمرية نسويها من الزعفران شبيها الزعفران النعيم نسوي من الزعفران حطي شوي من الزعفران وحطي فيها شوية هاي كوش اسمها
شو اسمها؟ تورتشي مطر من زين. مريحته حلوة هنا كاملة. هي عارف ريحته. شوفي وبعدين أصب فيها العطورات. أي خلطة من العطورات تحط أحط فيها زعفران أصلي. لازم. لازم الزعفران الأصلي. أنتي أول شيء حطيتي الزعفران مال الرأس. مال الرأس. هي هذا زعفران ومحلب. زعفران كل شيء. هاي زعفران في كل شيء. في الصندل في المحلب وفي الزعفران هذه. والحين احط الزعفران الثاني الذي اصليها شوفي هذا اللي نحطيه بالاكل. اي بالاكل هي هاي نحطيه بالاكل. لازم الزعفران الاصلي اذا ما حطيتي اصلي ما يستوي. بحط فيها دهن العود اصلي عاد دهن العود الابيض. دهن عود الابيض الابيض اصب فيها دهن العود الابيض. دهن العود الابيض نفس دهن العود الثاني. شوفي مبلا هاياك احمر هاي ابيض بس نفس الريحه. لا لا يختلف. يختلف. روحي يختلف امي. نزكمي خلاص. بعدين احط الابيض ريحته هاديه. احط الثاني شوفيها هاي بقى. هاي وش ام علي؟ عطر عطر صندله. صندل. عطر الصندل شوفي وبعدين احط فيها عطر المسك. هذا المسك ما شاء الله كم نوع من هالشكل غاليه. شفتي دهن العود الابيض هاك مره حلوه ريحته بارده. إيه هذا انا بعمل الابيض ريحته هاديه هاديه على 100 بيعه. شو هتحطين الحين؟ الحين احطي مسك. مسك مسك اقول ما شاء الله فيها من كل الاشياء الغاليه من هالشكل يبيعوها المحمريه غاليه وريحتها طيبه. وبعدين وهاي احط بعد زعفران. ها زعفران سائل. اي سائل سائل زعفران سائل. زعفران سائل المركز. اي احطي انواع اللي تحبي من العطورات حطي اي اي نوع. كل واحدة وذوقها بالعطور والعطور اللي تحبها اللي والخلطات تحبي اللي هي تسويها اللي بتخلطيها هي. بعدين عادة محمرية الأوليين حلوة. حلوة وريحتها بعد خنينة قوية. شوفي خلطنا عادة الزعفران الزين الأصلي ودهن العود والمسك أخلط أنواع. تخلطينهم لين ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. كلها أتم أخلط عشان تسوي يعني كلها. وبعدين بعد ما تخلطين خاله شيخه شو الخطوه اللي بعدها؟ بس ماشي عاد اخمرها احطيها بغرشه غزاز يعني ما ها اسمه لازم تكون زجاج. هي. ليش؟ ما النايلون ما بيجوز. الاولين الاول كان ندفنها عطورات النايلون 40 يوم ندفنها بالارض. 40 يوم ايام قبل. هي. 40 يوم تدفنونها تحت الارض. بالارض عشان الطيب ريحتها تستوي احسن بعد قويه. والحين الحين عادي عادي الحين نحطيها مكان يعني ما تسويها بنفس اليوم نحطيها بمكان يعني ما تنفتح. ما تنفتح بال 40 يوم ما تنفتح. ما افتح ولا يعني. بين فتره وفتره تحركيها معلي الا خلاص من خلطتها ما افتح. هي. لين عشان تخمر تخمر. شو ضفتي الحين خاله شيخه؟ شو حطيتي؟ هو نفس العطر. هو نفس العطر الصندل. اذا حسيتي انه هو يبغى زياده ضيفي عادي لانها غريبه ياتي شوفي هي لازم تكون خفيفة. خفيفه خفيفه صح. الحين بحط المسك. هذا المسك. هذا اخر شيء بتضيفينه. هي عندي مسكه شوفي الخطوة الأخيرة بتضيف عليه عادي ناعم ولا خشن. المسك عادي. الخشن أو المسك الناعم كله يمشي عادي. هي عادي يمشي. زين ضيفي هاي المسكة. بتخلطين الحين المكونات مرة ثانية؟ هي الحين بخلطهم. انزين أنا بخليك هذا آخر شيء ضفتيه ما بضيفين شيء ثاني صح؟ إلا خلاص. خلاص انزين بخليك تجهزين المخمرية على راحتك. نحن بنصير عند أم علي خالو مريم وبتعرفنا على الألعاب اللي تلعبونها أيام قبل واللي أنتم بروحكم تسوونها. فأنا أشوف يا معاك اليوم مجموعة من الألعاب منها سيارات منها أشياء ثانية هناك ما أشوفها عدل فعرفينا عليها. هذه بعد سيارة. هذه سيارة من البيب وهذه سيارة من الخشب وهذه بعد يلعبوا فيها العيال من قوط الحليب معه هذا العصا من يريدة النخل والش اسمه
نأتيها هني نخبقه نخرج القوطي ونحطي هذا المسمار الطويل فيلعبوا فيه الصغارية بالبيت بالحوش أو بالسكيك مع العيال بطريق ما بالطريقة لها مسمى هاي اللعبة؟ ما لها لعبة إنها لعبة قوطي لعبة القوطي إيه مع العصا بس لعبة القوطي بس نسوي صوت ويستانسوا من العيال سيارة سيارة على اليهال يلعبوا فيها السلو نسميها سيارات السيارات هم هذه لها منهم شوفي تواير مسوين لها إعادة تدوير نعال ما يبوها أول زمن أول نعال ما يبوها نقصت حطوا قصصوها على شكل تواير حطينا لها عصا هاي هنا خشبها من خشب وتدور ثبتون فيها التواير وتتحرك عادي واللي الأم تسوي لين ولدها إذا كان صغير بعده ما يقدر يعيد جابوها عندنا ولا بيعانا عالمية ها خلاص يعني العود الأبيض عندي على هي تبين تضيفين؟ لا أقول لك إذا تبوا منه فيه حبيبتي موجود. ما تقصرين خالو زين أمي ويمشوا فيه والولد الكبير اللي يعرف يقدر إنه يسوي هذه الأشياء يسويها بروح الولد يسويها بنفسه هي. ويمشوا فيها بالسكيك بالهذا اللي يلعبوا فيها على البحر كانوا أول زمن أول يتسلون يوم فيه. بالعرشان عند شو اسمه يوم بالمشتى بعد بسكيك يمروا ويحطوا فيها حشيش يجيبوا من هاي مال الغنم علف مال الغنم امي الاخضر حشيش يحطونه ولا رويد ولا جرجير يحطوه ويمروا كانه ما ويبيعوا هاي لعبه الاولاد يوم صغار كل واحد يوم صغار بعد بالفريج مع ربعهم اسمعي صوت السيائر بالفريج صحك صوت مسويه وسمعي سوالفهم هم الاولاد يوم يمروا بالثلاثه والاربعه يرمسوا خاصه موسم الشتاء تطلع الاشجار الحلوه يصيروا من حولي هم من عند البيوت يشلوا يحشوا من هذه الاشياء اللي ناقمه من المطر ويحملوهم في السياره ويحطوا حماض حتى لو حماض بعد يحطوا ويجيبوا وهاي من الخشب هاي الخشب هي اول شيء ظهرت قمتوا تسوون السيائير اللي من القواطي هي هذه بعدين من الخشب هي واللي من القواطي والخشب هذه سهله لا انا اطر اللي هناك اللي فيها اربع تواير هذه من البياب من البيب هي. مثلا يعني عندهم مال القلن مال السمن يقصصوا هذا اللي الولد الكبير يعرف يقصصوا لكن الصغير ما يعرف امه تسوي له ولا ابوه يسوي له ويلعبوا فيه انزين هذه العابهم الحين السياره الثانيه اللي من الخشب هاي من هذه من الخشب من الخشب يحسبوها على شكل الموتر عاد الجديد المتطور هذا اول مال على زمنهم هم مساكين على قبل بعدين اتطور سووا نفس على شكل السيارة مرة نفس السيارة حتى التواير من خشب ويسحبوها يحطوها بعد نفس طريقة هذا ويسحبوها بالفريج ويتسلون فيها الأولاد والأطفال بالفريج ويلعبون فيها ويغيرون لهم جو شوية عشان تعرفي أمي أول قبل على زمن أول ما كان يستوردوا لنا الألعاب ما تي من برا الألعاب الألعاب من نفسهم العيال اخترقوها فقمتوا بروحكم تشتغلون هاي الشغلات البسيطة وتونسون فيها عيالكم ونس فيها ونونس اليهال فيها وهذا اول لعبتهم هذه حياتهم طفولتهم العيال ما شاء الله يعني السياره حلوه انت مسويتنهم صح خاله مريم لا الله ابو العيال يسويهم انا ما سويت صراحه بلا هذه بلا قد اسوي وسهله عادي تعرفين تسوينها هي هذه سهله ما تبي شيء بس نشرخ الزوره مني لهذه العصا وتثبتين فيها نشرخ ونثبت ونخبق هذا القوطي ونحطي فيه المسمار وخلاص بس خلاص تكون جاهزه ان الاطفال يلعبون فيها ويتسلون فيها وسليمه يعني ما تاذي العيال بشيء لعبه امنه عليهم هي نعم زين احنا الحين بنرجع لخالو شيخه وبنشوف شو سوت في المخمريه قبل لا نختم المخمريه شلت المكان هاي المخمريه نشوفها بس مع المشاهدين ما عليك امر خالو امه هاي المخمريه خفيفه لازم تكون صح هي لازم خفيفه وهاي الجاهزه هذا للي حد بعد عنده صداع ولا شيء من يحط المخمريه منه ومنه وفوق راسه ويتنفس ويحط هنا عند الخشم شويه يشم يرتاح. يروح عنا الحمد لله صداع نحطيها بهالغرشه ونخليها لازم طيب المراه هذا كرتي. اول زمن اول طيب المراه وغرشه لازم تكون زجاج حطت في شيء بلاستيك تخترب واخليها تخترب باللاستيك واحطيها يعني مكان حار دافي لازم. داخل كبت او شيء لين 40 يوم ما مسهل هي وبعد ال 40 يوم تقدرون تستخدمون المخمريه وتستمتعون بريحتها ومبيعها وتفراح وتوزعها الحين حتى ما شاء الله يشتروها عندي يوم يولدوا الحريم يوزعوها توزيعات الحين في هالوقت احطيها لهم بغرش صغار صغار
ويأخذ توزيعات. يحبون الأشياء القديمة، الأشياء الخاصة بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. فالله يقويك خالو شيخة، عرفتينا كيف نحن نسوي المخمرية، وطلعت خطواتها سهلة وبسيطة، أي حد يقدر يسويها. نعم. وأنت بعد ما قصرتي خالو مريم، عرفتينا على الألعاب القديمة اللي كانوا يلعبونها الأولاد بالفريج. فالله يقويكم إن شاء الله على هالشغلات الحلوة اللي للحين تسوونها وتنقلونها للأجيال الحالية. يعطيكم ألف عافية. جميعا إن شاء الله. بنشوف طيبي طيبي حبيبي طيبي ان شاء الله. طبعا مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. وانا بسيره استمتع بريحه المخمريه، ومع السلامه.